في الدنيا الآن لا يحتمل أحد النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لا يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره، وبصره يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولما قال كلم الله موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالله لما قال سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني، أي لا تحتمل، لا تستطيع. وسأضرب لك مثالا، هذا الجبل الصخر الجلمود سأتجلى له، سأكشف السبحات، سأكشف الحجاب عن وجهي للجبل، انظر ماذا يحصل للجبل. جعله دكا. فلما رأى موسى ما رأى خر صعقا. فالله إذن ما منع موسى حرمانا، وإنما منع موسى رحمة سبحانه وتعالى.